إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله. نواصل معكم التعريف بقبيلة أيتمزال، وفي هذه الحلقة سنتناول موضوع قرى قبيلة أيتمزال. هذه القرى التي يبلغ عددها 47 قرية منضوية تحت 5 مناطق تتكون منها القبيلة وتسمى الأخماس، وهي 5 أفلوسيف، 5 تينسوفت، 5 تفروتان، 5 أوغادير، 5 وسنعرض قرى كل 5 على حدة حتى نستفيد أكثر من التعريف بكل قراها بشكل أعمق. وفي هذه الحلقة سنتعرف على قرى منطقة 5 أوغادير، وهي أغرغم. من قرى قبيلة أيتمزال وتقع بمنطقة 5 أوغادير، واشتهرت منذ القدم بأعلامها العلماء الذين استفادوا من قربهم للمدرسة العتيقة مسجد واسيف، فنهلوا منها العلم والعرفان وترامت شهرتهم في أطراف البلدان، حتى ذكرهم المؤرخون الباحثون في أقطار المغرب، ومنهم العلامة المختار السوسي الذي ذكرهم في كتبه الشهيرة كالمعسول وسوس العالمة. كما اشتغلوا في القضاء والإفتاء والعدل، وقصدهم سكان القبائل لفك نوازلهم وفصل خلافاتهم. ولنا حلقة خاصة في هذا الموضوع حول هذه القرى العالمة. إبر شوي. من قرى قبيلة أيتمزال وتقع بمنطقة 5 أوغادير بالقرب من المدرسة العتيقة تمسجد واسيف على ضفة الوادي، وديارها مقامة بين الجنان، وأغلب سكانها يزاولون التجارة بسوق أيتبها. إسلقان. من قرى قبيلة أيتمزال وتقع بمنطقة 5 أوغادير في غرب القبيلة، وهي ملاصقة تقريبا للقرية المجاورة لها أغرغم، وتقعان في قبلة المدرسة العتيقة تمسجد واسيف، ويقابلهما من الجهة الشرقية سد أهل سوس المقام على وادي أيتمزال. وتشترك إسلقان مع قرية أغرغم في الأعلام الفقهاء الذين درسوا في المدرسة العتيقة تمسجد واسيف بحكم مجاورتها وقربها لهما، بل إن قرية إسلقان بحرف الجيم المصري يدل على معنى العلم، لأن كلمة إسلقان كما يقول علماء اللغة الأمازيغية تعني العلماء، وهو جمع إسلق أي مفرد العالم، وربما يكون هذا الاسم أصل التسمية هذه القرية قديما، فعرفت بقرية العلماء أو المضع إسلقان باللغة الأمازيغية. ومفرد كلمة إسلقان هو أسلقين، وهو العدل الشاهد على العقود، وجمعه إسلقان، وترجمتها للعربية العدول الشهود، وهو ما ينطبق على بعض أفراد هذه القرية التي اشتهرت عبر تاريخها بأعلامها العدول والموثقين القدماء. إمزيل. من قرى قبيلة أيتمزال وتقع بمنطقة 5 أوغادير في الجنوب الشرقي لأكادير أيتمزال في سفح جباليه، وهي أيضا من القرى الحدودية للقبيلة لمجاورتها لأراضي قبيلة أيتوالياد، وقد ترجم الموثقون القدماء اسمها إلى العربية باسم الحدادين، لأن أمزيل بالأمازيغية هو الحداد بالعربية، ويجمع بكلمة إمزيل، وربما يرجع هذا الاسم إلى نسبهم المهني أي الحدادة، وليس ذلك ببعيد لقرب هذه القرية من مجال تجارتهم بسوق أيتبها. وتحتاج هذه القرية لدراسة متأنية، لأننا لا نتوفر على أي معلومة أو محطة تاريخية عنها، وهذا ما نأمله من الباحثين مستقبلا. تدارت. قرية مزالية تقع على الضفة الشرقية
لوادي أيتمزال بمنطقة الخمس وقادير غير بعيد عن مركز أيتبها قاعدة دائرة أيتبها، وتقابلها في الضفة الغربية لهذا الوادي المدرسة العتيقة مسجد واسيف. وكلمة تدرت تعني الدار الكبيرة وتصغيرها تدواريت، ويغلب إطلاق تدرت قديما على القصر، وهو ما نجده عند المرابطين الذين يطلقون على قصورهم تدرت. ومن هذه الكلمة جاء إطلاق اسم الدوار بالعربية على التجمع السكني بالقرية. وقد اشتهرت هذه القرية بدورها التاريخي في قيادة قبيلة أيتمزال، حيث كانت فيها مشيخة القبيلة في بعض أفراد عائلاتها، وهذا الموضوع سوف نتطرق إليه في الحلقة الخاصة لهذه القرية. تاقنزا من قرى قبيلة أيتمزال، وهي من الدوابير المزالية أيضا الحدودية، حيث تجاور أراضيها تراب قبيلة أيتوالياض. وقد ترجم الموثقون القدماء اسم المنتسب إليها إلى العربية بكلمة الصخري نسبة إلى الصخرة، وهي كلمة تقابلها بالأمازيغية كلمة تاقنزا. وإذا تعمقنا في تفسير كلمة تاقنزا نصل أيضا إلى أن كلمة الجبهة بالعربية تقابلها بالأمازيغية كلمة إيجنزي، وهي جبهة الرأس، وهنا تؤدي معنى جبهة الجبل. وتوثق هذه الكلمة في الرسوم بكلمة أخرى وهي الصفحة أيضا، ويعنون بها صفحة الجبل. وكل هذه الأسماء تؤدي إلى معنى واحد، وهو تقريب هذا الاسم الأمازيغي إلى العربية، والذي يطلق على عدد كبير من قرى بلاد سوس غير قبيلة أيتمزال. تزغي من قرى قبيلة أيتمزال، وتقع بمنطقة الخمس وقادير غير بعيد عن جبل أكادير أيتمزال في سافلته، وتمر بأراضيها الطريق الرابطة بين أيتبها وإيدك نظيف عبر قبيلة أيتوالياض وتيزنتاكوش. وكلمة تزغي مصطلح أمازيغي ينطق حرف الكاف هنا بالجيم المصري تزغي، تحمل عدد من القرى والمداشر في جل مناطق المغرب، ومعناه كما شرحه علماء اللغة الأمازيغية كل خانق أرضي محدث في الوادي بأسفل السلسلة الجبلية، إما لاختلاف الطبقات أو لمصادفة الثنية المقعرة. ولذلك تعد تيزغي ممرا طبيعيا في أسفل الجبال، مثل عكسها تيزي في قمة الجبال، أي أن تيزغي تطلق على ممرات السهول، وتيزي تطلق على ممرات الجبال. وبهذا نكون قد أتينا على ذكر قرى منطقة الخمس وقادير، وسنتعرف بشكل أعمق في الحلقة القادمة على كل قرية. وإلى ذلك الحين دمتم في رعاية الله وعلى المحبة والسلام.